كي يشوفوا دفتر الشروط تاع البروفيسيونيل بما فيهم لي ديت بارابور لي زامبو لاكلاس لو ستاد، يعني نتساءل ما هي الفرق هذه التي تقدر تستجيب للشروط. انا نقدر نقول لك مام لي كلاب هذوما اللي عندهم شركات ما يقدروش ينحوا لهم ان ديت دو 100 مليار بارابور على ديت، ولا هناك لاحقين 200 مليار اسكي يقدروا ينحي الدوله تنحي لهم لا ديت تاع لي زامبو. لي زامبو من 2022 من لا فان ديزون. انا في رايي سي امبوسيبل. دونك انا ما فهمتش الاستراتيجيه تاع الفيدراليه في هذا العدد اللي اختاروه 16، وثاني كيفيه العام الجاي كيفاش يخيروا لي كلوب باش يعطوا لهم لا ليسونس دي كلوب بروفيسيونيل. يعني بوتيت كو لاسومبلي جينيرال البارح جاز توافقت، ولكن الغموض يبقى تام بما يخص مستقبل البطوله بروفيسيونيل الجاي.